اهلا بحضراتكم مره تانية. اكيد في بقى اخبار كتير عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا الصفحات الرسميه المختلفه، هنتناول هذه الاخبار ونعلق عليها بتوضيح مهم. نبتدي بكوره بلس، واللي بيتكلموا عن تفاصيل تجديد الثلاثي الشحات وربيع وياسر ابراهيم، واحنا اتكلمنا في الملف ده ووضحناه لحضراتكم. فالمهم دي جزئيه مهمه. ايه الموضوع؟ الناس بيتكلموا ازاي في كوره بلس، بيتكلموا على ان هيبقى في جلسه، مع طبعا كل من الثلاثي خلال الفتره اللي جايه، او بالتحديد مع مارسيل كولر عشان يشوف الوضع ايه، هل هو محتاجهم مش محتاجهم. يعني الخبر ممكن يكون فيه جزء منطقي بشكل كبير جدا، تمام، لكن انا بقول لحضراتكم اتكلمت معاكم في الجزئيه دي ووضحناها بشكل كبير، فهننتظر. ده كولر الامور بالنسبه له هتكون عامله ازاي، تقييمات الكلام ده، واحنا بنتكلم على 3 لعيبه كبار، يعني ان شاء الله الامور هتبقى في الاتجاه الايجابي بالتوقيتات المحدده، ودي جزئيه مهمه جدا للحديث عن مثل هذه الملفات وحسمها بشكل كامل. خلينا نروح للوطن سبورت. الوطن سبورت، طبيب الاهلي يحدد البرنامج التاهيلي لمحمد عبد المنعم، وده الطبيعي جدا خلال الفتره اللي جايه، وعبد المنعم خلال ايام قليله هيشارك في التدريبات عادي مع الفريق، بس مش شرط التدريبات الجماعيه، تدريبات كده تاهيليه شويه، وبعد كده بعد اقل من اسبوعين ينضم للتدريبات الجماعيه مع الفريق. واعتقد محمد عبد المنعم مع بدايه عوده الدوري يكون جاهز بنسبه 100% للمشاركه في المباريات. طيب خلينا كمان نروح لخبر اخر، وهو سبب غياب برونو سافيو كهربا عن مران الاهلي اليوم، وده من حساب بطولات على فيسبوك. هم غايبين فعلا بسبب نزله البرد اللي اصابت عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، او حتى الجهاز الفني بالتحديد مارسيل كولر، فان شاء الله نتمنى لهم الشفاء سريعا ويعودوا للتدريبات الجماعيه. بالمناسبه يا جماعه، بمناسبه برونو سافيو، فاكرين كده، من حوالي شهر ونص مثلا اول ما الاهلي اتعاقد مع برونو سافيو، كم من الناس اللي طلعت قالت لك اصل برونو سافيو ده هيتوقف سنه وست شهور ومش هيلعب، والاهلي اخطا في انه راح يتعاقد مع لاعب مش عارف انه هيتوقف. وطلعنا وضحنا لحضراتكم وقلنا لكم ان الاهلي لما راح يتعاقد مع اللاعب شاف بطاقته، هل في اي ملاحظات، هل في اي عقوبات على اللاعب؟ ما كانش في اي حاجه، فبالتالي الاهلي خد خطوه التعاقد معاه. طيب هنا السؤال يا جماعه، هو برونو سافيو توقف ولا ما توقفش؟ لا، برونو سافيو ما توقفش. امال عمل ايه؟ برونو سافيو لعب 6 ماتشات، عمل فيهم ايه؟ ساهم مع النادي الاهلي في انه جاب بطوله وجاب هدف في مرمى نادي الزمالك في مباراه مهمه جدا جدا، ساهم مع النادي الاهلي في مختلف المباريات كعنصر اساسي، لعب كل الماتشات 5 في ال11، 5 ابتدى المباريات كاساسي، وماتش واحد بس اللي شارك فيه كبديل كانت مباراه اسوان اللي كانت قبل مباراه السوبر على طول. فهنا السؤال للناس اللي كانت بتتكلم واللي اتصلوا بالشعب البوليفي كله عشان يقولوا لهم يا جماعه والنبي وقفوا برونو سافيو، عشان نثبت ان الاهلي غلطان وبياخد اجراءات غلط في التعاقد وكلام من ده. فين يا جماعه الايقاف؟ مفيش حاجه. فالراجل موجود ان شاء الله يعود سريعا للتدريبات بعد اصابته، سواء هو او كهربا، بدور برد، يعني نزله برد خلال الفتره الحاليه. اليوم السابع، طبيب الاهلي يفحص علي لطفي بعد اصابته بنزله برد. علي لطفي شارك النهارده في التدريبات وامبارح كمان في التدريبات، يمكن كان عنده برد خفيف او حاجه يعني. ماشي، خلينا نروح لخبر اخر، ده خلاص اتكلمنا عنه، نروح لخبر بعديه وهو خبر مصطفى. بص بقى، تعالى اهو، احنا لسه كنا بنتكلم في ايه؟ اقرا بقى كده، لسه كنا بنتكلم في ايه؟ نفس الكلام. مصطفى سعد الوافد الجديد في صفوف الاهلي اجرى مكالمه مع مسؤوله سيراميكا وطلب تقديم عرض لعودته في الفترة الماضية. ليه؟ أصل هو حاسس إن هو مش ملوش دور مع الفريق وإن هو ما بيشاركش. هو الراجل لحق يا جماعة، هو الراجل لحق. مصطفى سعد يا جماعة جه أول ما الأهلي تعاقد معاه كان هو في منتخب مصر الأولمبي، فعنده معسكر مع المنتخب الأولمبي وهو عنصر أساسي لا غنى عنه في منتخب مصر الأولمبي، فلعب مع المنتخب ما شاركش مع التدريبات. خلص ماتش المنتخب اللي هو كان أعتقد مع بنين على ما أتذكر، ماتشين كده وديين كانوا مع بنين، تمام، خلص ورجع اتمرن تمرينتين ثلاثه وراح رايح مع المنتخب تاني عشان ماتشين سواتي. فبالتالي هو طبيعي ان هو ما يبقاش موجود لانه مع المنتخب، هو مش موجود وبيتمرن فالراجل مش مقتنع بيه فبيبعده. لا، هو مع منتخب مصر الاولمبي فطبيعي انه ما يبقاش موجود. خلص ماتشين سواتني، رجع اتمرن تمرينتين قبل ماتش ايه؟ الداخليه. هل منطقي ان هو يخش مع الفرقه؟ طبعا لا. فاحنا بقى لازم نعمل ايه؟ لازم نتفزلك، نروح قايلين يا جماعه خلي بالكم
نقرا بقى الوضع كده نشوف. اصل هو وفي صوره ليه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ تقريبا نزلت على السوشيال ميديا واقفين بيتكلموا مع بعض، فقال لك هوب الحق ده مصطفى سعد بيتكلم مع كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول له انا عايز امشي عشان انا متضايق وانتوا الناس مش مهتمين بيا. فسروا الصوره غلط جدا، عكس الواقع تماما. لا في تليفون حصل ما بين مصطفى مع مسؤولي سيراميكا اللي من كل ليهم طبعا كل التقدير والاحترام، ولا حتى مع الكابتن احمد سامي المدرب الكبير عشان يرجع، ولا حصل حاجه من الكلام ده، بل بالعكس جلستين تاني بعيد تاني اهو، جلستين حصلوا من ساعه ما مصطفى سعد جه مع كولر، جلسات عاديه جدا، كلام فيه اشاده كبيره من كولر بامكانيات اللاعب بعد متابعته بشكل كبير، واتكلم معاه بواقعيه، انت اتمرنت معايا 4 5 مرات بس، في ناس اتمرنت معايا كتير فهم اكيد اللي بيلعبوا وفايقين وماشيين بشكل كويس، لكن انت في حساباتي الفتره الجايه، انت في حساباتي الفتره الجايه، فهتلاقي الناس بقى عماله تتكلم وتقول لك ايه لا ده هو عايز يمشي والاهلي مش مقتنع بيه ومتجاهله، ده كلام يا جماعه مش حقيقي بالمره، وانا بقول لك معلومه مؤكده مليار في الميه. فسيبكم من الاخبار اللي زي دي مع كامل احترامنا المختلف في المواقع يعني، لكن اتمنى دايما نتحرى الدقه، بس نتحرى الدقه. سبورتس 360 وحسابهم على تويتر، محمد الشناوي مع الاهلي هذا الموسم 6 مباريات 20 تصدي 5 كلين شيت استقبل هدف، ما تقييمك لمستوى الشناوي؟ وهنا بيطرحوا تساؤل يا جماعه، اولا الارقام دي مش غريبه على الشناوي. الشناوي الفتره الموسم اللي فات اخره كده قبل ما ياخد راحه هو وزمايله كان مش في افضل حالاته، وكان في اسباب كتيره جدا اكيد اكيد منها سبب التلاحم المواسم، الضغط الكبير، التشتت الذهني، حاجات كتير جدا في الملعب يعني، انت بتلعب ماتشات كتير وبتاع طبيعي يحصل لك دروب، ده طبيعي في الكوره يعني ده الطبيعي، لكن الارقام دي مش غريبه على الشناوي يعني، الشناوي افضل لاعب في افريقيا مش افضل حارس بس، فهو حارس كبير في كل الاحوال، ومستواه اللي ظهر عليه بدايه من الموسم ده مش مفاجاه يعني لينا، مش مفاجاه للناس خالص، ما شاء الله عليه هو الحارس الاول في افريقيا وافضل لاعب داخل قاره افريقيا، فمبسوطين جدا طبعا بعودته المستوى، وعنده كمان افضل من كده خلال الفتره اللي جايه دي. او ده بخصوص ترند الاهلي وبعض الاخبار المهمه عن النادي الاهلي. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا.